بسم الله الرحمن الرحيم. يوم غد يوم عرفة، وهو يوم أغر، يوم رجاء وخشوع، يوم ذل وخضوع. له خصائص وتميز بميزات، منها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، حيث نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية الكريمة يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع. ثانيا، أقسم الله بيوم عرفة، والرب لا يقسم إلا بعظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. كذلك أقسم الله به وسماه الوتر في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الشفع يوم النحر لأنه العاشر، والوتر يوم عرفة لأنه التاسع. رابعا، يوم عرفة يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف كما ورد ذلك في الحديث. خامسا، يكفر صيام ذلك اليوم سنتين، السنة الماضية والسنة القابلة كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. أيضا يوم عرفة يقع في الأشهر الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والأجور تضاعف في الأشهر الحرم. كذلك يوم عرفة من الأيام المعلومات التي مدحها الله بقوله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. كذلك يوم عرفة من الأيام العشر التي أقسم الله بها لفضلها وشرفها. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، فهذه العشر تارة سماها الله ليالي وتارة سماها أياما. كذلك يوم عرفة أفضل يوم للدعاء كما ورد في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أخرجه الترمذي. كذلك يوم عرفة فيه الركن الأعظم، ففي الحديث: الحج عرفة، أخرجه الإمام أحمد. ولا يدرك الحج إلا من وقف بعرفة ولو لوقت قليل. كذلك يوم عرفة يوم شديد على الشيطان، فهو أشد الأيام عليه كما جاء في الحديث: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذلك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، أخرجه مالك. والشيطان أعاذنا الله منه لا يريد رحمة الله لبني آدم، بل يريد أن يشاركوه ويدخلوا معه النار. كذلك يوم عرفة خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطبته المشهورة التي شرح فيها مفاهيم الإسلام، ومنها قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كذلك يوم عرفة موقف مصغر
ليوم الحشر يذكر به، فاللباس يشبه الكفن، والجميع وقوف أمام رب العزة والجلال سبحانه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فما المطلوب من المسلم في يوم عرفة؟ المطلوب منه التوبة إلى الله عز وجل، والإكثار من الدعاء بالمغفرة، والإكثار من شهادة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والمطلوب أيضا فعل الخير والإحسان، فعل الخير والإحسان إلى الناس، وتنويع العمل الصالح، والأهم الحفاظ على الفرائض التي أهمها الصلاة. لكن هنالك عبادات يقوم بها المسلم حيث يثاب عليها في ذلك اليوم، فليحرص ما استطاع. نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، قراءة القرآن، الذكر، التسبيح، بر الوالدين، صلة الأرحام، حب الخير للناس، مساعدتهم، الإحسان إليهم، حسن الظن بالله عز وجل، إلى غير ذلك من أبواب الخير الكثيرة. أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يتقبل منا جميعا، إن ربنا جواد كريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.